يو، كيف يا جماعه الخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واخيرا يا جماعه، صار لي زمان ما نزلت فيديو على اليوتيوب. مشتهي كثير احكي مع الكاميرا، بحكي بس مع الانسان، بدي احكي مع الكاميرا يا زمان. المهم يا جماعه، بعد 5 سنين من دخولي لليوتيوب سويت بس فيديو واحد او يمكن فيديوهين، اسالني. فاليوم الفيديو الثالث اسالني، لانه صار في كثير اشياء واحداث صارت معي بالاحداث بالايام الاخيره. احداث انه ما عم بطلع دبي، احداث انكسرت ايدي، القطع اللي قطعتها شهرين ثلاثه، المرض اللي اجاني، المشافي اللي رحتها، كل شيء راح نلخصكم بهذا الحلقه. عشان مره ما تسالوني ابدا مشكلتي مع هذا، مشكلتي مع هذا، كل شيء اليوم راح يخلص. نزلت لكم ستوري على الانستغرام وحكيت لكم انه سالوني فيديو يوتيوب. ففي معنا شخص ورا الكاميرا، هو شخص يمكن يطلع معنا بالايام، بس ما راح افرجيكم اياه هلا. اول ما نبلش فيديو، صلى على سيدنا محمد. وكيف يا جلدي؟ هات اول سؤال. السؤال الاول، امتى بدك تقص شعرك؟ اقص شعري؟ يا الله، ده سؤالك مهم. شعري عم بوصل لمرحله ستايل معين يا جماعه، لانه بدي اسوي ستايل معين واصور كم صوره وكم فيديو بعدين احلو، لانه كثير بضايق كيف البنات بتحمل وما بعرف. هدول يا جماعه كثير بضايقوا كثير، ما عم تفيق الصبح وكمان كوشين، يا لطيف بدك ساعه تحمم وساعه مشط وساعه تسوي. مهم، رح اقصه بفتره يمكن بعد شهرين يعني. ريح بالبركه يا جماعه، بتعرفوا دايما صوره وحركات. السؤال الثاني، ليش ما عم تروح على دبي؟ ليش ما عم بروح على دبي؟ اه يا دبي، انا بدي اطلع من، يعني بدي اطلع من اصلا بيتي بدبي، شغلي بدبي، رفقاتي بدبي، كل شيء بدبي، بس هون تركيا عائلتي، فمشان هيك عم بجي زياره. اخر زياره جيت لهون صار عندي كثير مشاكل ببرائي، باقامتي، بالسند الاقامه والقيد وكل شيء، فعم بحل شوي شوي، بس كثير عم بياخذ وقت. يعني اي شغله بدي ادخل فيها احلها بتاخذ اقل شيء شهرين ثلاثه. فاقامتي صار نبلش فيها من تقريبا 4 شهور لحتى الان ما اجاني رد عليها اذا كان قبول او رفض. فيب مشكلتي مشكله الاقامه، ما بحسن اطلع من تركيا. السؤال الثالث، تفضلي يلا، انت شو بدك تطلعي معي على اليوتيوب؟ ما بعرف يلا تفضلي. ها، ليش غايب عن اليوتيوب؟ بخ. ليش غايب عن اليوتيوب؟ كل انسان يا جماعه بعدي عليه مراحل كثير صعبه بحياته، انسان بعدي عليه مواقف ما بنساها، هاي المواقف كثير اثرت بنفسيتي وشخصيتي، خلتني ما اطلع من البيت لمده 3 شهور، لا اكل ولا شيء، شوفت عيني ضعفت. انواع الحالات النفسيه كثير متعدده يا جماعه، بس انا المرض الشيء النفسي اللي جاني اكتئاب، ما اطلع من البيت ولا احكي مع حدا ابدا ابدا، اي شيء اكله او اشربه استفرغ، ضعفت تقريبا 7 كيلات ب5 ايام، تخيلوا. غير هيك الحمد لله، هلا صار وضعي احسن، بعد ما انكسرت ايدي حسيت نشطت. ليش انكسرت ايدي؟ انا متاكد سالتوني هالسؤال كثير، اصلا انا بعمل هالفيديو مشان هالشيء. شو بدي احكي القصه؟ هو وقعت عليها عيني وراسي، بس الوقعه كانت ظالمه جدا، مع اني كانت مي بعيده، بس ظالمه نزلت علي هيك ضق. ما كيف بدي اشرح له؟ هيو انكسرت، يعني كيف بدي اقول لك؟ هيو تقتلت مع واحد كسر لي ايدي. اقول لك ضربت ايدي بالحيط انكسرت، والله. جد. عليك جميع العافيه. الله يعافيك. كسرت يا جماعه كسرين اللي هن هون، ما بحسن ارفع هون وهون، الاصبعتين هدول ما بحسن احركهم ابدا، فجبروا لي اياها من هون لهون. تخيل، اسمعوا اسمعوا، هون ما في صوت لحم، هون صلوا لي اياها من هون لهون مشان كسر هون وهون. فيب كان كسر كثير صعب، لانه هدول العظمات ما بتحركوا ابدا، والزول لحتى يتصلحوا ما صلحوا لي اياهم يا جماعه من عدا بنج ولا شيء، شد لي اياها هيك، صحت لكم صوت قسما بالله جوات قلبي، طبعا ما صحته بالمشفى، صحت صوت جوات قلبي، حسيت الكل سمعوا بس ما حدا سمع. انت راسم وشم على جسمك؟ لا، بس انا من عشاق التاتو، بس نحن كديننا ما بسمحنا نرسم وشم، بس غير الاديان ممكن عندهم اياها عاديه، وانا بتقبل كل الاديان وكل الاديان عيني وراسي وكل الثقافات وكل العلوم اللي بتفكروا فيها انا معكم، بس انا كديني او كعقيدتي او كتربيتي من الصغر مع ان التاتو ما بيجوز عليك الطهاره، فمشان هيك ما بحسن احطه، مع اني انا من عشاق التاتو. تخيل هون تاتو كوري الف جون قوق. في برامج رمضانيه رح تعملها مثل البرامج السابقه؟ برامج رمضانيه رح اعملها ان شاء الله ان شاء الله، اذا كان هلا شوفوا، انا كنت عامل برنامج مع قناه الان وعلى اساس نعمل الموسم الثاني، بس مع الاسف ورائي هون تعطلت كثير وما حسيت اطلع شوفت عين، كنت بيت هون محبوس 5 شهور، فمشان هيك ان شاء الله اول ما اطلع رح يكون في برنامج بموسم جديد رح يكون جبار، ما رح يكون ببلد وحده، رح يكون ببلدان معده. امتى حنشوفك ممثل؟ امتى تشوفوني ممثل؟ هلا شوفوا، هي لا بتجي صدفه لا بتجي مسابره، يعني اغلب الممثلين نحن بنعرفهم صحيح شاطرين ومعلمين، بس كونهم كلهم جايين بمحل الصدفه، يعني مثلا عندك محمد رمضان كان ماشي من جنب مسرح وحب بحب التمثيل كثير، كان ماشي من جنب مسرح ودخل شافه المخرج حبه كذا هيك صار ممثل. فانا ما بعرف ايمتى الفرصه بتجي ووين رح تجي، بس اللي بعرفه ان شاء الله رح تجي، بس اصبر. في حدا بيساعدك باختيار ثيابك؟ اخوي محمد. لا لا، يعني تقريبا حاليا كل شيء لوحدي،
ايام زمان قبل 4 سنين غير محمد كان يساعدني بتختار اختيار ملابس وما كان عندي وقت ابدا. اسمع هذا السؤال كتير حلو. اوكي. شو الصفه اللي بتجذبك بالبنت؟ تكون حركه، تكون تغلي غلي، يعني ما بهمني شكلها، ما بهمني لونها، ما بهمني وزنها، ما بهمني طولها، اللي بهمني انه هيك تتحرك، بس تتحرك، ما تتم هيك بركه، تتحرك، تحكي معي، تفتح موضوع، تسكر موضوع، تتفرج فيلم، اي شيء. يعني زيك. ايه تكون هيك، شفت حركه سريع؟ تكون اسرع مني. ما بهمني لا شكل، لا لون، لا وزن، لا طول، لا جمال، لا عيون، لا نف... لا, لا لا ابدا، بس الشخصيه تكون حركه حركه وقلبها طيب بس. السؤال اللي بعده، تينا ليش بطلت تظهر؟ تينا ليش بطلت تظهر؟ يا جماعة تينا اللي ما بيعرف مين تينا، تينا قطتي عندها حساب الانستغرام في 1,000,000 متابع، هي أكثر قطة عربية على وجه العرب كله عندها 1,000,000 متابع على الانستغرام، بس مع الأسف راح حسابها، عم نحاول نرجعه حاليا. ليش ما عم تظهر؟ لأنه تينا آخر فترة بعتناها لتتزوج وجابت أولاد، ورجعنا بعتناها لتتزوج وجابت أولاد، والأولاد اللي اجتمعوا عشان ما نجيبهم لعنا على البيت، لأنه صار عندنا كثير قطط، نحن عندنا أكثر من 13 قطة، فأخذنا الأم لعندهم. فتينا هي هلا موجودة مع أولادها ببيت كتير محترم وناس مربينا وكلها كل الفترة بروح أشوفها. أكيد رح تطالع تحاليلك مبارح. ياب طلعت تحاليلي والحمد لله كله تمام، بس عندي مشكلة بالغدة الدراقية وإن شاء الله رح أخذ علاج والدواء، ويعني إذا بالأيام بدي عمليات مع عمليات إن شاء الله بتحل. شو صار بغنيتك الجديدة؟ غنيتي الجديدة سجلتها وهندستها وكل شيء تمام وموجودة، وحتى ورا الكاميرا كلهم سمعوها وكتير حبوها، وكل الناس اللي بسمعوني بقولوا لي أحلى غنية تسويتها، أصلا لحن جديد وكلمات جديدة وطريقة جديدة. تم عندي بس أصور فيديو الكليب، هذا الشيء كتير معسر معي حاليا لأنه شوفت عينكم، فنشوف لما الناس نصور فيديو كليب. بس عم بفكر بفكرة تانية، اكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا بدكم أنزلها من عادة فيديو كليب، بس أنزلها بصورة وأنزل الغنية، أو إذا بدكم أسوي لها فيديو كليب اكتبوا لي تحت بالتعليقات. طيب شو اسم الغنيه؟ ها هلا اذا اعطيكم اسم الغنيه رح تنحرق، بس بحسن اعطيكم شويه تفاصيل. اسم الغنيه بالاجنبي رح يكون، مو كلمه عربيه، رح تكون كلمه اجنبيه. طيب كلمه لاف الحب بس بالانجليزي. يا كمل. لو رجع فيك الزمان بترجع بتدخل بالسوشيال ميديا؟ لا ابدا والله العظيم، لا قسما بالله، ايد على المصحف والله العظيم، ان شاء الله مو زعلان زين، مستحيل ارجع ادخل السوشيال ميديا، انا اصلا بدي اتركها والله. كملي بعده. أكثر يوتيوبر بتكرهه؟ أبو أسئلة التفاعل هي، يعني عشان تصير قلق وجدل. أنا ما بكره حدا يا جماعة أبداً، يعني إذا ما بسترضاه مو يعني ما بكرهه، إنه بكرهه ما بسترضاه خلص، يمكن محتوى ما يعجبني بس إنه هو أهل الواقع جبار، بس إنه أكره حدا مستحيل أكره حدا. بتفكر تعمل عملية لأنفك؟ أغير خلقتي يعني؟ لا استغفر الله ما بغير خلقتي، بس أنا عندي مرض بأنفي، عندي لحمية وجيوب، لهيك أنا بتنفس من تمي ما بتنفس من أنفي ولا بشم. فمشان هيك اذا بالايام كثير تعسرت الامور لازمني عمليه لحتى اطالع اللحميه لهون، فبس بيطلع اللحميه وبتبقى في هذا هو شكله، بس انه يتغير لا ما اظن، ما اظن يعجبني الحمد لله شكلي كثير واثق منه. اصلا اذا شكلي مو تمام كنتوا ما بتحبوني ولا لا بتحبوني تعال صح خاص باي. سؤال بعده، هل وصلت لاهدافك؟ حققت منهم بس لسه في منهم. انا وصلت لكم هدف بس ما وصلت لكم حلم، في فرق بين الهدف والحلم، الهدف انه هو على المدة القصيرة، الحلم على المدة الطويلة، فأنا وصلت على كم هدف بس ما وصلت على حلم الأساسي. صح إذا صار عمرك 25 حتعتزل؟ إذا صار عمري 25 حتعتزل؟ مو شرط، إذا والله جاني أشياء ممكن كتمثيل ممكن أعتزل. ليش لا؟ أنا إذا هلا جاني تمثيل بترك السوشيال ميديا، بس أكيد بطل معكم على مواقع اللي بتشوفوني فيها، ممكن أترك السوشيال ميديا كيوتيوب بس ما أتركها كمواقع التانية. رح ضل معكم بنفس الوقت عم بمثلكم وعم بقدمكم محتوى تمثيل اذا كان فيلم او مسلسلات او اي شيء. المقالب لهم زمان. شو يعني؟ ما عم تصور. بدك يعني ليش ما عم تصور مقالب؟ ما شوفت عينكم يا جماعه، انا لوحدي مين بدي اصور مقالب؟ لوحدي عم بحاول اصوركم محتوى لوحدي انه تشوفوه، مثل الفيديو الشورت اللي نزلت لكم على القناه الاساسيه اللي هي كان كثير حلو، اللي هو كل طجه بتاخذ 5 ليرات، فكان الشعب التركي كثير متفاعل معي. ادخلوا على صفحتي وروحوا على فيديوهات الشورت اللي هي القصيره وشوفوا الفيديو راح تحبوه. متى ناوي تتزوج؟ بس تكبري. غير سؤال، شقد صاير وزنك؟ وزني وصلت لمرحله وزني كان 70 كله عضل جسم سكس باك وحركات، بس المرضى هي وحاله الاكتئاب اللي دخلت فيها والكسر الايد نزلت 7 كيلوات يا جماعه، فحاليا وزني بحدود 63، بس شو ضعف يعني خلص دابت العضله. بتفكر تجي على العراق؟ فتفد ولا عيونك، اقول لك عيني. انا اصلا من اسبوعين كنت اروح على كاس الخليجي بالعراق، بس شفت عينكم حظي زفت لدرجه ما طلعت لي ورائي، ليش ما بيطلع ورائي بتركيا ما بعرف، ما بعرف
والمشكله اذا طلعت من تركيا من على ما اخلص ورائي بنحظر ما برجع لهون لبعد سنتين ثلاثه، وهون اهلي انا يعني ما بحسن بدون اهلي، على الاقليه اطلع ثلاث شهور وارجع اهلي اشوفهم ارجع اطلع وهيك، فمشان هيك ما حسيت اطلع. اللي كنت متمني اروح على كاس الخليج. وعلى كل حال الف مبروك للمنتخب العراقي للفوز باللقب من الاعلى ان شاء الله. وين حتشوف نفسك بسنة 2024؟ سنة 2024 وين حشوف نفسي؟ ما نفس السؤال جاني بسنة 2018 وغيره يعني هون. 2024 وين حشوف نفسي؟ رح اشوف حالي غير شخصية كاملة، رح اتغير كثير، رح ابعد كل الناس اللي حوالي لانه كثير مرت بالفترة الأخيرة. رح اكون لوحدي بس رح اكون قوي، بنفس الوقت يمكن اكون مرتبط. كفو. اسكتي. لأنه يا جماعة الحالة النفسية اللي أنا بدخل فيها مو كضرر بشغلي او شيء، بالناس اللي حوالي من كتر ما بحبهم او بعزهم اذا قالوا لي مثلا لا خلاص انا هيك ما بعرف اخي ما متعود عرفت شلون؟ ما بعرف شو الشيء بس انه يعني الله يوفق الجميع واي لاف يو كل البرويات اللي بعرفهم كلكم بحبكم بجوات قلبي، والاشخاص اللي انا قصدي انه بالفتره الاخيره كثير عذبوني وهيك الله يسامحهم، انا مالي حامل اي غل ولا لشيء اي شيء والله يوفقكم وان شاء الله تشوفوا باب القدر يفتحكم. بس شو مشكلتك؟ هلا اول شيء حط على الاسم طوط مو لانه هيك بس ما يصير مشاكل، وهي انا راسي يوجعني كثير من القصص، يعني مشكلتها كثير سخيفه كانت، يعني لو المشكله اللي صارت من سنتين تصير هلا كان ما بتصير مشكله لانه كبرنا وفهمنا وكبر مخنا عرفت شلون، بس بشكل عام خلص كل واحد صار بطريق وبعدنا وبس الله يوفقها ويسلمها. انا بس لحظه شوي لما حطينا على الاسم طوط البنت سوريه ليش ما تتصالح ويا ليش عم تجيب لي اسماء كثير؟ كمان انحط على الاسم طوط تمام؟ صار في احداث كثير شيء شغلات بيناتنا، وبنفس كمان جواب البنت هذيك انه لو هلا صارت الاحداث بهالوقت كان كلياتنا كبرنا وعينا وفهمنا شو يعني العالم بشكل عام، بس هي ضرتني كثير بحياتي بالصراحه ما بعرف ليش. الله يوفقها وينجحها ويشوف لها الخير ويبعث لها ابن الحلال وان شاء الله يفتح لك بوابه القدر من سابع سنه. في احلى من هيك؟ الله يوفقك. بعده والبنت هي مو سوريه. كان يصير تفريق بين طوط وطوط. ليش ما عم تقدم مساعدة لأهل حلب؟ هاي الشغلة بيني وبين ربي ما مهتم لحتى أفرجيكم أو ما أفرجيكم، لأنه رسول الله قال إذا أعطيت بيدك اليمين لازم إيدك اليسار ما تشوف، فما بالك إذا أجي أقول لك أنا أعطيت لأهلي وأعطيت لأهل حلب وأعطيت لأهل كذا ولأهل كذا، لا هي علاقتي بيني وبين ربي، بدك تصدق بدك ما تصدق، أنا بيني وبين ربي عم بعرف شو عم بسوي. علو أصلاً ما تصدق إني عم بعطي ليرة معلش، بس أنا بيني وبين ربي عارفان شو عم بسوي. ما بهمني ارض العبد، بهمني ارضي رب العبد. يب. وبس هيك خلصت الاسئله. طب نسالك اسئله الك؟ تفضل. مين انت؟ ولا تقولي، رح تصير مفاجاه. طيب يا جماعه مثل ما شفتوا هيك كانت نهايه الاسئله، شكرا كثير لك يا شمس، طبعا شمس رح تكون معنا بالايام بالفتره الاخيره هيك رح تكون معنا بالقناه ان شاء الله، هي واحده من قرايبيتنا، فيب ان شاء الله رح تشوفوها معنا بالقناه بالايام، غير هيك شكرا كثير لتفاعلكم، حطوا لنا لايك للفيديو، تابعونا على انستغرام وهذا سناب شات جنبي، يلا باي.